الى جانبي سمو الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال. سمو الامير مبروك، نقاط الحقيقه من فريق بطل ويكمل فيها الهلال صدارته لهذا الدوري. اولا الله يبارك فيك ومبروك للجمهور الهلالي. الحقيقه كان المهم جدا تحقيق الثلاث نقاط هذه. هل هي ثقافه الثلاث نقاط يعني على مستوى الاداء الفني لم يكن مقنعا في هجر، اليوم هل تراه مقنعا؟ قد يكون الاتحاد حضر بشكل قوي في المباراه. اولا عشان ما يعني ابخس الاتحاد حق، الحقيقه الشوط الاول كان الاتحاد لديه ثلاث فرص، يمكن كان الحقيقه نجم الشوط الاول ونجم المباراه بكل تاكيد خالد شراحيلي، الحقيقه انقذ المرمى الهلالي من اهداف كانت شبه محققه، والحقيقه انا اقدم له تهنئه على مستواه الرائع. وما اعرف انا بس في معلومه ابغى اتاكد منها من خالد نفسه، لكن اظنها اول مباراه يلعبها امام فريق الاتحاد بشكل كاساسي، يعني المعلومه هذه قال لي عنها ياسر القحطاني وبتاكد منها ايضا. بس كانت الحقيقه مباراه تقاسم فيها الفريقين المستوى والنتيجه، زي ما قلت لك الاتحاد كان خطر جدا الشوط الاول، واستطاع يعني خالد شراحيلي مع المدافعين ايضا، المدافعين قدموا مستوى طيب. يعني عموما انت تلعب امام فريق كبير، الفريق الكبير يظهر جد امام الفريق الكبير حتى لو كان مثلا متاثر بمباريات سابقه، ولكن الهلال والاتحاد كلهم فريقين كبار ويظهرون امام بعض. المنافسة حينما أقول لك أن الفتح والنصر تعادلا سلبيا، كيف ترى المنافسة الآن؟ والله شوف يعني آخر شيء الواحد المفروض يفكر فيه إذا أنت تبي تحقق الدوري نتائج الفرق، طبعا لابد تفكر فيها إذا تقاربت النقاط، ولكن لسه أمامنا جولات كثيرة، مهم أن احنا نحقق الثلاث نقاط. أمامنا المباراة الجاية أمام الفتح، إذا استطعنا إن شاء الله أن احنا نفوز حيكون في فرق نقط لصالح الهلال، فرق أعتقد أنه جيد. يعني في شأن الإدارة، هل من جديد حول موضوع ياسر الشهراني؟ يعني الموضوع الآن سابق لأوان، احنا الحقيقة يعني نرغب جدا ببقاء ياسر الشهراني، وأنا أعتقد أنه هو أيضا يرغب ببقائه في نادي الهلال، لاعب مرتاح يؤدي مستويات طيبة، وإن شاء الله أنه ما أنا ما أستطيع أني أعد يعني في زمن الاحتراف، ولكن سنسعى بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله أنه يبقى ياسر الشهراني لاعب هلالي، سنسعى بإذن الله. شكرا.